السلام عليكم إخوان وأخوات، لاباس عليكم بخير. نتمنى تكونوا كاملين بخير إن شاء الله. اليوم الإخوان والأخوات جيت ندوي لكم على كيفاش حققت الشروط في ظرف 3 أشهر. بالنسبة للاشتراكات، بالنسبة للسبسكرايبرز، حققتهم في شهر ونصف. أما بالنسبة للساعات، 3 أشهر من بعد ما يعني من بعد ما اكتشفت هذه الطريقة اللي غنقول لكم دابا. فاش جمعت 1000 مشترك في ظرف شهر ونصف، كنت ديك الساعة كانت عندي 400 ساعة. ولكن فاش اكتشفت هذه الطريقة اللي بغيت نوريها لكم دابا، حققت في ظرف شهر ونصف، يعني باش تكون 3 أشهر، حققت 3600 ساعة. 3600 ساعة في ظرف شهر ونصف. دونك الإخوان، كما قلت لكم، بالنسبة للاشتراكات 1000 مشترك حققته في شهر ونصف. الحاجة اللي غنصحكم بها هي تدخلوا لي باج تاع الفيس ولا لي جروب ديال الفيسبوك، تقلبوا على لي جروب تاع تبادل الاشتراكات. هذه هي الحاجة الأولى. الحاجة الثانية هي أنكم تدخلوا جوجل بلاي، فيها تطبيق رائع سميتو تيليجرام، داير بحال واتساب، يعني فيه ناس، يعني ناس زوينين، كي يعني ما كيمحوش لي زابوني كما كنقولو هنايا، يعني ناس ظريفين، ما ناس كبار، يعني ناس كبار، ماشي بحال ناس كتلقاهم في لي باج ولا في الفيسبوك، لي باج تاع الفيسبوك ولا لي جروب، كتلقاهم يعني كيمحيو، كاينين دراري صغار بزاف خصوصا كيمحيو الاشتراكات ديالهم من بعد ما كيديروا ليك الاشتراك. دونك الاخوان، غنبداو بالطريقه ديال تحقيق الساعات، يعني في اقرب وقت ممكن. اول حاجه ديروها الاخوان، كما كتشوفوا هنايا كاينين بزاف ديال لي كروم، هادو كنت كنخدم منهم هنايا، عندي 10 ديال لي كروم ولا 11، انا كنخدم غير في 8. دونك نتوما غتخدموا على حساب الواي فاي ديالكم، كلشي على حساب الواي فاي. دونك الاخوان، اول حاجه غتلقاو عندكم نتوما كروم، غتلقاو عندكم كروم عادي ديالكم، يعني ما غاديش تلقاو هادو، الكروم العادي هو هذا، غنكليكيو عليه. اول حاجه غديروها غتكليكو على كروم، نتسناو. من بعد ما يبان لينا الكروم، كنديرو هاد الاكغوندير، كنمشيو عندنا هاد الايقونه اللي في الوسط، كاينه ما بين هاد النجمه وهاد الثلاثه ديال النقط هادو، كنكليكيو على هادي ديال الوسط، كنهبطو حتى لتحت، كنهبطو كنديرو اجوتي اجوتي. هنا كاينه اجوتي اون بيرسون، هنا كدير السميه ديالك، ولا كدير كروم واحد، كروم جوج، ولا على حسب. مثلا حنا غنديرو سي اش واحد، سي اش واحد، سي اش واحد، سمينا حنا سي اش واحد وصافي. من بعد كتختار ليه اللوغو ديالك ولا ما كتختارش ليه كاع اللوغو. مثلا حنا غنختارو ليه هاد اللوغو، هذا اللوغو، غنديرو هكا باش تعقل عليه. من الاحسن تختار اللوغو باش تعقل عليه في البيرو، وكنديرو من بعد اجوتي هكا. نتسناو واحد شويه، من بعد ما كنديرو اجوتي ما كنديرو لا ديماري لا حتى حاجه، ما كنديرو لا ديماري. دابا هذا اللي صوبنا غنلقاوه ديريكتومون، غادي نلقاوه في البيرو. نحيدو هذا، اول اخوان سي اش واحد، شتو سي اش واحد،
يا هيا كاتبين لكم هنايا سي اش واحد. دونك دابا هاد سي اش واحد غتدخلوا ليه وغتخرجوا منه عاوتاني كروم اخر بنفس الطريقه، يعني حتى تجمعوا 8 ولا 10 ديال لي كروم ديالكم، يعني على حساب الويفي ديالكم. كما دابا الاخوان من بعد ما جمعنا او لا من بعد ما تجمعوا بزاف ديال لي كروم بالطريقه اللي قلت لكم، اول حاجه غديروها غتجيو لواحد فيهم، مثلا غنجيو لهذا واحد، نتوما ديك الساعه غتكونوا صوبتوا 8 ولا 10 يعني على حساب الويفي ديالكم. غنجيو لهذا الاول، غتجيو لواحد فيهم غادي تجي لهاد ثلاثة ديال النقط، ثلاثة ديال النقط غدير نوفيل نافيغاتور بريفي، من بعد غدير يوتيوب، غندير يوتيوب وغدير القناة ديالك، يعني السمية ديال القناة ديالك غديرها، غندخلو لشي قناة هنايا، مثلا غنختارو شي قناة. دابا هاد القناة اللي غندخل ليها انتوما حسبوها قناة ديالكم، ولكن اول حاجه بغيت نقول لكم باللي نافيغاتور بريفي ممكن دير سو كونيكتي وتدخل بالجيمايل الا بغيتي تدخل بالجيمايل، ولكن ماشي الجيمايل ديال القناه، غتدخل بالجيمايل غتصاوبو جيمايلات اخرين يعني حسابات وهميه تدخلوا بها عندك هنا، غدير سو كونيكتي، ولا من الاحسن كاع ما ديرش جيمايل، غتجي غدير القناه ديالك هنايا غوشيرشي، مثلا هذه هي القناه ديالك ندخلوا ليها، وغندخلو للقناة مثلا هذه هي القناة ديالك، هذه هي القناة ديالك، غتجي كدير لي فيديو، غدير فيديو ومن بعد غدير هاد غوغارديتو، غوغارديتو يعني فيديو، غيدوز فيديو بفيديو. وباش تحلو بزاف ديال لي كروم يعني على حساب الكونيكسيون ديالكم، غتجي غدير كاليتي ديالها، غدير 144 كاليتي 144 باش تقدروا تحلو بزاف ديال لي فونيت، واخا الويفي عندكم يعني الا كان ضعيف الا كان فيبل غتدخلو كما قلت لكم، يعني نفس الحاجه غديرها نفس الحاجه. دابا مثلا هذا صافي، هذا كملنا منه، غادي تجي غدير هكا، من بعد مثلا فات هذا الفيديو غيدوز ديريكتومون لهذا الفيديو الثاني كما شفتوا، هنا عندنا واحد المثلث صغير، ها هو واحد المثلث يعني في الفيديو الاول، من بعد غيدوز الفيديو الثاني، كديروا الاخوان نفس الحاجه، كتخرجوا كدير هكا، كتدخل لجوجل كروم اخر، كتدخل لاي جوجل كروم اخر، ومن بعد كتحل عاوتاني بنفس الطريقه، ومن بعد كتخليوهم كاملين بحال هكا، كتخليوهم مثلا بحال هكا، مثلا هنا حلينا قناه، هنا قناه كما قلت لكم، هنا قناه، صافي كتخرجوا بحال هكا، وكتخليوهم هنايا خدامين، كتخليوهم خدامين هنايا حتى يساليو على خاطرهم. ومن بعد الاخوان الغد ليه الا شتو الساعات راه كيتزادو مع 9 الصباح، غتدخلوا للباج ديال اناليتيك في اليوتيوب، وغادي تلقاو
غتلقاو بلي الساعات راه تزادو عندكم. انا بالنسبة ليا كتزاد ليا ما بين 60 ساعة حتى 80 ساعة، وبعض المرات حتى 90 ساعة. يعني هاد الطريقة طريقة فعالة جدا. بالنسبة للإخوان اللي كيقولوا لي لا راه البلاي ليست هكاكا، بالنسبة لهاد وغارديتو هي راه ما محسوباش على البلاي ليست. شنو هي البلاي ليست؟ البلاي ليست هي هادي، شتوها؟ البلاي ليست هي انك تدخل لهنايا وتبقى تجمع في لي فيديو وتدوزهم واحد بواحد. امانة طريقة يعني شرعية، طريقة شرعية. كدير اوغارديتو ومن بعد كتخلي الفيديوهات كيدوزو، يعني طريقة فعالة بزاف. كما قلت لكم شهر ونص جمعت فيها 3600 ساعة، ومن بعد تفعلت لي القناة ديالي، تفعلت لي القناة في مدة 4 أيام. دونك الإخوان اللي ما سميتو اللي ما فهمش يعاود الفيديو، وإن شاء الله تنتوما تكملوا الساعات ديالكم. نتمنى لكم حظ سعيد مع هذه الطريقة. كما قلت لكم راها طريقة فعالة. اللي ما فهمش يحط لي سميتو في كومنتير، يحط لي التعليق ديالو ولا شي سؤال، اي سؤال الاخوان مرحبا بكم. دونك تاع هنايا الاخوان كنساليو، كنتمنى لكم التوفيق مع القنوات ديالكم، والسلام عليكم.